ايوه كان الشغل العادة بس اللهم كان مفتوح طبعا. نقول مكان مفتوح مو بشي جيد عليه، لو كان مدرب خطأ طبعا الحصان او ان شاء الله كله مكان مغلق ثم كان مكان مفتوح بتكون حذر، لكن لما يكون اصلا اول ركبة ركبت هي ومصورة موجودة اصلا كان مكان مفتوح. الطريقة ما تعتمد اصلا هنا على اني ادرج تدريج وانه اذا خاف اوجه في حوسك، تعتمد على انه اصلا حتى لو حاول ينطلق او يرفض سيفشل. يعني نقول مكان مفتوح ما في شيء جديد في مكان مفتوح، اول ركبتي كانت مكان مفتوح اصلا، ركبة مكان مفتوح قبل ما اركب مكان مغلق. لكن الفكرة انه يبقى اثبات، كونك تخلي الشيء الصعب يبدو سهل ما يعني انه صار سهل، صار سهل بسبب الطريقة، لكن لو كان مركوب خطأ في الحالة ذي حاسك. لاحظ صورة توقيفه لو استمريت رجع ورا حتى مع المطب الناس بتعرف فيها، ولا بالغ في الإرضاء ولا بالغ في المقاومة. هل أنا أبغى المقاومة يعني ضام إن ما تحصل لو حصلت في أمر الله ما عندي مشكلة بردة فيها، زي ما رديتها بالسنافل زي ما رديتها بالبلهم عفوا بالحبل قبل الشكيمة، لكن يشيل هم الإرضاء صدق أو تصدق أنك ما تشيل هم أنك تفقد التحكم، بأمر الله ضامن التحكم، أنت تشيل هم أنه يرضيك زيادة، وفي الحالة دي تبغى تكون معه مباشرة بالسنافل عشان ما يتدخل شيء بشغلك، لأن البلهم تتدخل بشغلك يكون بينك وبينه فراغ. فالشيء اللي يخليهم يركبون البلهم يخليه تستمر على السنافل اللي يسمونها باردة، والشيء اللي يخليهم يركبون السنافل اللي يسمونها باردة وما يركبون بالبلهم هو اللي يخليك تركب البلهم أو قطعة واحدة. لاحظ هنا حاول يحس اني من الجامع صح ودقتي مضبوطة، حاول يحاول انه يرجع لمكانه، عوضت عن دقة الجمع بتغيير اتجاه، يعني جريت شوي ورا ثم وجهت يدي يمين يسار عشان استمر في التصوير واستمر في الوزن، فما رخيت ودكيت حطيت صوت، فقط عوضت عن الجمع بجر الان شوي وتوجيه يمين صار تحرك. طرق الركوب الاخرى هنا تخلي احد يقودك او يضربون او مهماز او عصا الى اخره، اللي يخرب الحصان بدل ما يزينه. هذاك انا لاحظ لما تكون ماشي عكس الاسطبلات ثم فجاه بدون اي مقدمات ارجع لها تماما مع يد واحده. سابقا كان يقال لك الان يقال لك لا تسوي الحركه دي خاصه مع العصايد ينطلق على طول. لما ترجع باتجاه اسطبله في قود او ركوب بعد ما كنت موجه عكس قاعد يهد ويفتح ويقمص. هنا لو بشيل هم ما شلت هم الانطلاق او القمص او الفتح، شيل هم انه لو حاول سيفشل وسيبالغ في الارضاء، يعني لو فجاه حاول ينطلق او يقمص او يتفلت دقتي بتكون مضبوطه بتحكم فيه، بيتفاجئ من الدقه يمكن يشن على ورا ويطيح حتى توازنه الى اخره. طبعا بما ان اصلا تحكمت فيه في وضع صعبه مفترض انه ما يتفاجئ من تحكمي لان قد صار الشيء ذا. التفاجئ هو انك تتحكم فيه ما كان متوقع التحكم، مفروض انت اللي عاش في الحصان ومعطيه اختبارات كافيه مفروض ما يتفاجئ من تحكمك لانك قد تحكمت فيه في اوضاع كثيره. احاول اخب شوي بالصوت حصل التوقيف من الخبر مسكر عليها الامر اوجه عكس مكان الجوال ثم اروح هنا ظل هناني مره اخرى. هي اول خبات لحظه قد تكون حرفيا اول مره بحياتي يخب الخبه المتوسطه اللي هو شبه سريعه يعني مجموعة أو قاعد يرضي العنان ما تدعم رشوي. لاحظ أي ما في أي قمصات ولا في أي بأمر الله ولا في أي انطلاق ولا فقدان تحكم. المضحك إنه من آخر مرة طلعته خلينا نقول أسبوعين من الاسطبل اليوم اللي يركب فيه خيل زي ما ذكرت هذا فقط أقعد قود بسيط في البدوك وصار طالما إنه ركب من ضمن القود أركب ركبات بسيطة داخل البدوك طالما إني مقعود مقعود يعني أي مكان بقعد فيه أدخل من ضمن ارتباط ركوب بسيط. المضحك إن الطلعات برا البدوك برا اسطبل طويله يعني ساعتين ونص ساعات ما الى حد اخره مره باسبوع او مره باسبوعين ومن ضمنها ركوب بسيط، بمعنى ان الحصان من يوم شريته الى يومك ما تاكل انشات، يعني من يوم جاني عمره 6 شهور الان عمره 3 سنوات ما قد بحياتي اعطيته الانشات عشان افرغ شحنته قبل ما اركبه، يعني من يوم جبته الى يومك ما قد فتح طويل مره مكان مره مفتوح. طرق الركوب الاخرى اغلبها حتى الخيل الخاصه يوميا نص ساعه او 40 دقيقه انشات قبل الركوب، اذا الحصان هذا طوال حياته ما قد هذب دوائر او باستقامه خلينا نقول كم دقيقه قبل ما تركبه. الخيل الاخرى بعد ما تنعسف لابد دقائق محاور يمين يسار او نزاد يمين يسار قبل ما تركبه، اذا تتحكم فيه وطاقته اضعاف اضعاف الخيل الاخرى المعسوفه وهو غير معسوف بامر الله. بس لاحظت
توجيهي انا ماشي قدام بروح يمين، يد واحده فرقبه تكون يسار شوي، لما بروح يسار يد واحده فرقبه تكون يمين شوي. عسى بدايات شغله وبدايات اليد واحده وكما ترى بامر الله. ما يجيك الطريقه مشكلتها ما كنت اتحكم بيد واحده.